مرحبا، أنا أديب صولي، واليوم سنتحدث عن مزيل الرجفان، جهاز منقذ للحياة. هل تعرف تلك اللحظات في الأفلام عندما ترى شخصاً يسقط فجأة ويتوقف التنفس ويقترب إليه شخص في الشارع وينقذ حياته؟ لذلك اليوم سوف أعلمك كيف تكون هذا الشخص. اليوم سوف نتعلم كيف يمكن لكل واحد منكم إجراء التغيير وإنقاذ الأرواح في حالة السكتة الكلبية. ما هي السكتة الكلبية؟ إنها حالة طبية تهدد الحياة ويتوقف فيها الكلب عن العمل ولا يتنفس الشخص وليس لديه نبض في الواقع فهو يعتبر ميتا. السكتة الكلبية هي واحدة من الأسباب الرئيسية للوفاة في إسرائيل، وكل شهر هناك مئات الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلب ويموتون. عندما تحدث السكتة الكلبية لدينا نافذة ذهبية لبضع دقائق يمكن من خلالها إنقاذ حياة الشخص وإعادته إلى الحياة دون تلف في الدماغ إذا تصرفنا بشكل صحيح وسريع. عمليات الإنعاش عالية الجودة التي تجمع بين مكالمة سريعة للمساعدة وتدليك الصدر واستخدام مزيل الرجفان تحسن بشكل كبير من فرصة المريض على البقاء في قيد الحياة. لذلك من المهم أن نتعلم ونتعرف على هذه الإجراءات التي يمكنك أنت أيضاً إنقاذ الأرواح بها. إذا رأيت شخصاً قد انهار ناديه باسمي وحاول جذب انتباهي عن طريق لمس جسدي. إذا لم يستجيب فتحقق لما عرفت ما إذا كان يتنفس بشكل صحيح. سنسأل وستسأل نفسك ما هو التنفس الطبيعي؟ إنه نفس طبيعي يؤديه كل واحد منا في هذه اللحظة. إنه إجراء آلي لدرجة أننا لا نلاحظه حتى. لكن حاول للحظة أن تكون منتبها وانتبه وانظر إلى صدره وبطنه ومعرفة ما إذا كان يرتفعان وينخفضان. إذا لم يستجيب الشخص ولم يتنفس بشكل صحيح نشك في أنها سكتة كلبية، وفي هذه الحالة كل دقيقة حرجة. أول شيء يجب فعله هو الاتصال فوراً بالخط الساخن 101 لنجمة داود الحمراء من أي هاتف أو من خلال تطبيق نجمة داود الحمراء الموجود على هاتفك. سيقوم المسعفون والبراميديكي في مركز الاتصال بإرشادك خلال عملية الإنعاش. في نفس الوقت يرسل لك محركات استجابة فورية وفريق إسعاف وطاقم طبي. ثانياً ابدأ فوراً في إجراء ضغطات على الصدر. ضع كفات يديك فوق بعضها البعض في وسط صدر المريض وكفل المرفقين واضغط بقوة وبسرعة. بأي سرعة؟ ما لا يقل عن 100 حتى 120 ضغطة في الدقيقة. ما مدى القوة؟ على عمق لا يقل عن 5 سنتيمتر. لا تتوقف حتى وصول نجمة داود الحمراء. الإجراء الثالث الذي يتعين القيام به هو توصيل مزيل الرجفان. جهاز إنعاش يمكن استخدامه لإعطاء صدمة كهربائية تساعد على استئناف تشغيل الكلب. من المستحسن أن يبقى شخص واحد مع المريض والآخر يجلب مزيل الرجفان حتى لا يتوقف تسلسل الإنعاش. عرف المسعفون والبراميديكي في مركز الاتصال كيفية توجيه الأشخاص من حولك إلى أقرب جهاز وإرشادهم كيفية استخدامه. لا تقلق، يمكن لأي شخص استخدام مزيل الرجفان، حتى البالغين الذين لديهم تدريب طبي أو خبرة سابقة، وحتى الأطفال. الجهاز آمن للاستخدام، وكل من المعالج والمريض هو من سهل وبسيط في التشغيل. كل ما عليك فعله هو تشغيل الجهاز واتباع التعليمات الصوتية الخاصة به. من الضروري كشف صدر المريض ولصق بقع مزيل الرجفان حسب الرسم التوضيحي في الأماكن المحددة. الآن سيقوم الجهاز بإجراء تحليل لنشاط الكلب تلقائياً خلال هذا الوقت. لا تلمس المريض في حالة تحديد الجهاز للحاجة في توفير صعقة كهربائية. سيتم إصدار تعليمات واضحة للقيام بذلك. الجهاز سيصدر جملة صوتية: اضغط على زر الصدمة الكهربائية الآن. الآن اضغط على الزر الذي يعطي الصدمة الكهربائية. يرجى ملاحظة أن قبل تنفيذ هذا الإجراء لا تلمس المريض ويجب إبعاد من حوله، ثم انتقل إلى تدليك الصدر. الجهاز سيصدر جملة صوتية: ابدأ الإنعاش. سيقوم مزيل الرجفان بتشغيل بندول الإيقاع الذي سيساعدك على الحفاظ على وتيرة تدليك الصدر. سيساعد بين الجمع بين الصدمة الكهربائية وتدليك الصدر في الحفاظ على تدفق الدم إلى الكلب
والدماغ بشكل مستمر واستئناف وظائف الكلب. بعد الانتهاء من سلسلة تدليك الصدر وإعطاء الصائقة الكهربائية، سيطلب منك الجهاز التوقف وإجراء إعادة التقييم. الجهاز سيصدر جملة صوتية يوصف بالصدمة الكهربائية: ابتعد عن المريض. إذا كان هناك حاجة لصعقة كهربائية إضافية، سيطلب الجهاز منك مرة أخرى الضغط على الزر المناسب، ويجب إيقاف تدليك الصدر حتى تكتمل العملية. تذكر أنك لست وحدك، سيرافقك المسعفون والباراميديكي في مركز الاتصال عند إجراء عمليات الإنعاش، وسوف يساعدون أيضا في تشغيل الجهاز. وضعت نجمة داود الحمراء آلاف من محطات الإنعاش الذكية في جميع أنحاء البلاد في المجال العام. من المهم أن تعرف أين توجد أجهزة تنظيم ضربات الكلب القريبة منك، بالقرب من منزلك، بعملك، والمركز التجاري، وأماكن العبادة، وأيضا في المدارس ورياض الأطفال، في كل مكان آخر تتواجد فيه خلال يومك الروتيني، في المساحة العامة أيضا، في الحدائق، وفي جميع أنحاء المدينة. يتم وضع الآلاف من محطات الإنعاش الذكية في المساحة العامة وفي مختلف المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد. باستخدام تطبيق إيفودافي يمكنك العثور على موقع الأجهزة وأيضا إضافة الأجهزة غير المسجلة إلى الخريطة. لدى نجمة داود الحمراء قاعدة بيانات وطنية لمزيل الرجفان، بحيث يمكنهم إن لزم الأمر توجيه الأشخاص إلى الجهاز الأقرب إليهم. تذكر في حالة الطوارئ الطبية الاتصال بالرقم 101 على الفور. نجمة داود الحمراء. وفي الختام تذكر أنك حلقة مهمة ومهمة جدا في سلسلة إنقاذ الحياة في إسرائيل، ومن الممكن أن تكون يوما ما هناك في بيئة شخص قد انهار وستكون أنت قادرا على إنقاذ حياته. لمزيد من المعلومات والتسجيل في دورات الإنعاش الكلبي الرئوي والإسعافات الأولية، اتصل على نجمة 801 أو الدخول إلى موقع نجمة داود الحمراء على www.mdais.org. وبالنهاية شكرا جزيلا على الاستماع.